يا جماعه ما في حجاب كذا بهالطريقه، ما في انسانه محجبه لدولة كان محجبه كذا، هذه مو محجبه. المحجبه تتحجب كذا يعني زي كيف بتصلي ولا شعرها تبان، ايوه هذا حجاب، هذا حجاب. حجاب بهذه الطريقه هذا مو حجاب. ممتاز ممتاز. كثير الفتره اللي فاتت انا بخرج مع صحباتي من غير طرحه، انا ماني محجبه. ممتاز. ليش كنت اقول لكم كذا اول؟ ليش كنت البس ذا الشيء اول؟ علشان ما هي لعبه. قلت كل شويه يا جماعه انا البس طرحه، انا ما البس طرحه. لبنت عمرها 15 سنه 14 سنه خايفه في هروج كثير تطلع، لين صار حتى عمري 17 ترى، لين 18 17 وانا في هذا التقلب. ممتاز. ماني عارفه، شويه شويه البس طرحه، شويه اشيل طرحه، شويه اخش ما ادري ايه، لين حرفيا عمري 18 لبست قلت خلاص. طب ليش انا ما انا ماني انا انا ماني كذابه، ليش اكذب؟ ليش اكذب؟ ليش اكذب؟ ليش اطلع نص الناس تحسبني انا محجبه ولا كاشفه ولا whatever ايش المسمى لهذا اللي حتسموه؟ عموما الطرحه موضوع اختياري، شيء بينك وبين ربك مو علشان الناس. عشان كذا انا لما جيت قلت لكم ايش جاي احكيكم، لانه انا لما قررت اني انا البس ولا هذا الشيء ما كان اتفاق بيني وبين الله اني يا الله انا حلبس او اني انا مستعده لهذا الشيء، فاهمين علي؟ كانت رهبه، كان خوف من المجتمع، هذه كانت نظرتي للطرحه وقتها. حابه اقول لكم ده الشيء عشان الفتره الجايه حتشوفوني بشعري، حتشوفوا اعمال لي بشعري، فعشان لا حد يقول فكت الحجاب عشان مسلسل، فكت الحجاب عشان افلام، فكت الحجاب عشان استغفر الله.